ففي القصرين نفذت وحدات الجيش الوطني المطوقة لجبل جبلي شعامبي وسمامة قصفا كثيفا بالمدفعية الثقيلة على أهداف رصدتها، كما أكدت مصادر عسكرية أن هذه الوحدات تسيطر تماما على النقاط التي يشتبه في استعمالها من قبل الإرهابيين للتحرك. تواصل قوات الجيش الوطني عملياتها العسكرية بمرتفعات القصرين معززة من تواجدها بحدود المناطق العسكرية بكل من جبلي الشعامبي وسمامة، حيث أكدت مصادر عسكرية ميدانية سيطرة قوات الجيش الوطني على كل النقاط التي يشتبه في استعمالها من قبل المجموعات الإرهابية المتحصنة بالشعامبي. هذا وقد نفذت ليلة البارحة قصفا مكثفا على جبل شعامبي باستعمال المدفعية الثقيلة وقذائف الهاون والذخيرة الحية على خلفية رصد تحركات لعدد من المجموعات المسلحة بواجهة شعامبي المقابلة لمدينة القصرين. كما يتواصل التكثيف الأمني بمدينة القصرين تحسبا لكل ما من شأنه أن يمس بالأمن العام بحسب مصادر أمنية نقابية.